وفي الآيات تقرأ كلام الله عن قوم فرعون حينما أهلكهم فما بكت عليهم الأرض فما بكت عليهم السماء فما بكت عليهم السماء والأرض والسماء والأرض تبكي على غيرهم فقد تخالفوا مع السماء والأرض وتباينوا السماء والأرض ساجدة مسبحة بحمد ربها وهؤلاء طغوا وكفروا بالله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. قال سيدنا علي بن أبي طالب إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء إذا مات المؤمن. قال أما موضعه في الأرض فمصلاه محل سجوده الذي يشهد فيه، الموضع الذي يشهد في ذلك الإنسان قوة الانسجام بينه وبينه في السجود للرحمن. قال وأما موضعه في السماء فمصعد عمله الصالح، مصعد العمل الصالح، فيفقد الذي كان يمر عبره عمله الصالح القائم على العبودية للواحد الأحد سبحانه وتعالى.